بلدان قليلة في هذا العالم صنع تاريخ البشرية على أرضها، مصر واحدة منها إن لم تكن في مقدمتها. فما نراه على أرضها من شواهد التاريخ والحضارة يعود إلى أكثر من 7000 سنة. موقعها ساهم في تعزيز أدائها الحضاري وجعل أرضها ميدانا لتفاعل الشعوب والثقافات والحضارات. الله الله يا الله. النيل شريان الحياة في مصر، على أطرافه شواهد العمران القديمة والحديثة وتوالي جريانه منذ ملايين السنين، هو الذي أدى إلى هذا التراكم الحضاري وأمد أرضها بالخصب وجعلها ملاذا لكثير من الشعوب ومطمعا أيضا لأمم كثيرة. ومن الذين وفدوا إلى مصر في القرن 17 قبل الميلاد نبي الله يعقوب عليه السلام وأبناؤه. في ظل سيدنا يوسف عليه السلام كان هؤلاء هم الموحدون الوحيدون في المنطقة، أهل التوحيد وأهل العبادة الصحيحة. بعد عشرات السنين اندلعت ثورة في مصر ضد الهكسوس وعاد حكم الفراعنة، وكان من نتائجه فرض إجراءات مشددة على بني إسرائيل وصلت إلى حد الاضطهاد والاستعباد. أصبح وضع بني إسرائيل في مصر زي وضع الجالية الأجنبية التي كانت في خدمة المستعمر. بني إسرائيل جزء من العهود البائدة والسابقة، فساموهم سوء العذاب. مدينة منف كانت عاصمة الفراعنة في ذلك الحين، وهي في موضع مصر القديمة في الوقت الراهن. كان النيل يجري بجانبها قبل أن يتم تحويل مساره فيما بعد، وكانت قصور الفراعنة ومعابدهم في هذه المنطقة. احنا دلوقتي تركنا نهر النيل وبجوار سور مجرى العيون. السور ده اللي كان فيه نهر النيل الماء بتمر منه وصولا الى قلعة صلاح الدين الايوبي. عمرو بن العاص بنى الفسطاط التي جعلها عاصمة للبلاد بعد فتحها على انقاض مدينة منف الفرعونية القديمة. بدأت مأذن جامع عمرو، مأذنة جامع عمرو تلوح أمامنا، هو على بعد أمتار قليلة، وسور الجامع السور العتيق مازال موجود. في ظروف الاضطهاد ضد أبناء يعقوب أو بني إسرائيل ولد موسى وأخوه هارون عليهما السلام، وهما من قبيلة لاوي بن يعقوب. فرعون كان قرر كي لا يظهر في بني إسرائيل من يعانيه، من يجادله، من يقف في طريقه، قرر إن هو يعني يقتل الذكور ويستحيي الإناث. قرر فرعون قتل الأبناء عاما والعفو عاما آخر. عام العفو ولد هارون، وبعده بسنة ولد موسى، فألهم الله أمه أن تضعه في صندوق وتلقيه في النيل. تولد أم موسى موسى، رب العالمين يديها تعليمات أرضعي خفيش، لكن إن دهمك الخطر تحطيه في صندوق تدفعيه في اليم، أنا حوديه عند عدو لي وعدو له، وأتحدى هذا العدو أن ينال من موسى ذرة واحدة. هذه القصة
لم أستوعبها تماما إلا عندما كنت في القاهرة وأرى نهر النيل وأتخيل الموقف الذي جرى. من يمكن أن يتحمل موقف نبي من أنبياء الله مرسل يوضع في صندوق ثم يلقى في اليم وأمه تنظر إليه ومع ذلك تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى؟ أراد أن يقتله فشفعت له آسية زوجة فرعون، طفل عليه شيء من القبول وشيء من يعني المحبة. القرآن يقول وطفيت عليك محبة مني. يعني العين التي نوصل لها دلوقتي التي يقال أنه حينما ألقت والدة سيدنا موسى بطفلها في اليم طبقا للنصيحة الإلهية عسر عليه هنا، فقد كان هنا قصر الفرعون وعصرت عليه امرأة الفرعون هنا في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة هي الفسطاط لكن هي أيضا منف القديمة، هي العاصمة المصرية القديمة منف القديمة، وكان نهر النيل بيمر من هنا، كان قصر فرعون على النهر. هذه المنطقة التي نقف عليها كان مجرى النيل يصل إلى هنا، وفي هذه المنطقة بالضبط هذا الجزء هو ما يجمع المؤرخون أن سيدنا موسى عسر عليه هنا ويسمى عين موسى. وهنلاقي أن حواليها سور الآن والسور بالحديد، بيأتي إليها السائحين، بيأتي إليها بعض المصريين ليزوروها لأنها ما تزال منطقة مقدسة، وكان قريبا من هنا قصر الفرعون. طبعا الناس هتندهش كثيرا لأن النيل كان بيمر هنا إزاي. نحن نعرف أن نهر النيل عبر آلاف السنين يغير مجراه بين حين وآخر، خاصة في منطقة القاهرة كان هنا مجراه أيام العصر الفرعوني، كان هذا هو قلب النيل، ثم تحول المجرى فيما بعد ليمر من بولاق، ثم حوله الخديوي إسماعيل إلى مجراه الحالي حين أراد أن يجعل من القاهرة صورة من باريس ويعبر النهر من وسطه. الآن نقترب أكثر من العين. في مصر القديمة هناك آثار لبئر أو عين يقال إنها في الموقع الذي ألقت فيها أم موسى بابنها الرضيع أو عثر عليه فيه، وكان الموقع جزءا من المجرى القديم للنيل. 9 متر في العمق ده المية باينة منه. هنلاقي هنا كمان المدخل عند السلم القديم اللي كان بيجي، هنلاقي مدخل من تحت وبتصل إلى الداخل، بيؤكد إنه الأرض أيضا ارتفعت، لأن الحصن ما كانش بالارتفاع ده، كان أضخم من كده بكتير ومغطى بنوع من الحديد ونوع من الرصاص أهو موجود، ويعني هو الآن مزار سياحي. أنا من أكون إذا أضعت ضيائي؟ الله في ظلمة الكون الفسيح الناري. الله النور أنت وكل نور زائف يا سيد. ومما يرتبط بالتحويلات التي جرت لنهر النيل في هذه المنطقة جزيرة الذهب، وكانت ذات صلة بالعاصمة الفرعونية القديمة من. يا رسول الله، جزيرة الذهب هنا يأتي النيل من الجنوب وبتتحول تفريعاته من هنا. في القديم كان بيتجه إلى ناحية مصر القديمة ومصر العتيق أو مصر العتيقة، وبيدخل على المكان اللي كنا عنده حصن بابليون وكنيسة المعلقة. أما الآن فبعد تحويله بقى يمشي في المسار الذي فيه الآن. وفي القصة المشهورة أن أخت موسى كانت تراقبه عن بعد عندما التقطه جنود فرعون ونقلوه إلى داخل القصر، ورأتهم وهم يبحثون عن مرضعة للطفل فتدلهم على أمه وهم لا يعلمون، وهكذا رجع إليها. يعيده الله كما وعد أم موسى، رجعه لك، يعيد إلى أم موسى فتربيه في قصر فرعون. النص ما قالش، لكن احنا استنتاج عقلي. يعني أم موسى إذن كانت ترضعه في قصر فرعون، ففيه نشأ وتربى حتى بلغ أشده، وآتاه الله صحة وعقلا وقوة وبأسا. إذن هو ولد في مصر، نشأ في مصر، اتربى في قصر فرعون، يعني اتربى في مصر،
وده الملمح بقى المهم، لغته هي لغة أهل مصر الهيروغليفي. نزلت عليه التوراة بالهيروغليفي، لغة التوراة لغة الوحي هي الهيروغليفي، لأنه العبرية لم تكن قد عرفت ولا نشأت بعد. العبرية دي لهجة كنعانية عرفت وتطورت بعد 100 سنة من وفاة سيدنا موسى في فلسطين، لما بني إسرائيل دخلوا أرض كنعان بقيادة يوشع ابن نون. كان يناصر أبناء قومه سرا، ووصل به الأمر ذات مرة إلى الدفاع الجسدي عن واحد منهم كان يتعرض للضرب. ماشي في الشارع وجد واحد مصري مع واحد من بني إسرائيل يتصارعان، فاستغاث به الذي من شيعته، فجرى موسى وكز المصري هذا قتله. فهو ما كان يقصد أن يقتله، فقال هذا من فعل الشيطان، فاستغفر وتاب وأناب والله قبل توبته. الله 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 صل على عبدك الأول. هرب موسى إلى سيناء من طريق لا يحرسها جنود فرعون، وهي قرب الإسماعيلية الحالية، ومنها اتجه إلى مدين على الجانب الشرقي من خليج العقبة. وإحنا كده في الأمطار شرق، أو أول جزء من أرض سيناء وأول جزء من آسيا. وبهذا المعنى فإن سيدنا موسى في طريق خروجه من مصر، لأنه كان هاربا من العدالة وهاربا من جريمة قتل، لم يأتي إلى هذا الطريق وذهب إلى الطريق الآخر بالقرب من بحيرة التمساح. ومدين هذه كثير من الناس يقول أنها في فلسطين، وهذا غير صحيح. مدين في جنوب خليج العقبة، على الجنوب الشرقي من خليج العقبة، وهي منطقة معروفة الآن، وفيها بئر اسمه بئر شعيب عليه السلام. في مدين اهتدى إلى رجل صالح عمل لديه وتزوج من ابنته وأمضى لديه 10 سنوات. إذا موسى جاء الحتة دي، مش شعيب هو اللي راح عنده موسى، إنما المنطقة اللي كان فيها شعيب. الفاصل الزمني ما بين شعيب وموسى هائل، فمش معقول يكون العبد الصالح الذي كان في زمان موسى هو شعيب. في نهاية السنوات العشر قرر موسى العودة إلى مصر، وربما ظن أن الأمور أصبحت آمنة بالنسبة إليه هناك. ربنا عز وجل يعني ألهمه أنه يعود إلى مصر، وجئت على قدر يا موسى. في طريق العودة وفي منطقة الوادي المقدس في سيناء، تلقى موسى عليه السلام الوحي الإلهي، وكلفه أن يحمل الرسالة إلى فرعون وقومه. كانت ليلة باردة ومظلمة، فرأى نارا، فقال لأهله يعني إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أعرف طريقي أنا رايح فين. فذهب إلى هذه النار، فطبعا نودي أنك بالوادي المقدس طوى، اخلع عليك، وبدأ يعني يتلقى التكليف بالنبوة. موسى بعث لكي يقوم بهذه المهمات الثلاث، بعث ليدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكي ينقذ بني إسرائيل من طغيان الفرعون، ولكي يدعو الفرعون إلى أن يتخلى عن ادعاء الألوهية. طلب موسى أن يكون أخوه هارون مسانداً له،
فهو أدرى بقوم فرعون ولغتهم لأنه ظل بينهم في مصر. سيدنا موسى عليه السلام كان حاد المزاج، كان حازما حزم القادة العظام، هذا كان عنيفا مع الخطأ بلا هوادة. وأيده الله بمعجزات، منها العصا التي تلقف الثعابين، ويده التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. كان كل نبي له معجزات حسية، وهذه المعجزات الحسية كانت مما نبغ فيه أهل العصر. فكان في مصر في هذا الوقت السحر قد بلغ مبلغا عظيما، فرب العالمين أعطى لسيدنا موسى عليه السلام من العلم ما أبطل به سحر السحرة. فرعون متجبر، تجبر غير عادي، فيقول فقولا له قولا لينا. يعني شوف برضو ده منهج في الدعوة، إنه حتى في ظل الجبروت، جبروت القوة، لا يكون الحل إن احنا نستخدم القوة، لأن النبوة رسالة تريد مخاطبة العقل، تريد مخاطبة القلب. وصل موسى إلى عاصمة فرعون فعرفوه، وهناك دخل على فرعون وأظهر رسالته وطلب أن يضع حدا لاضطهاد بني إسرائيل. وعندما واجهه بالعناد والرفض تحداهم بمعجزاته، وبها هزم سحرهم. ومن غرائب تلك المرحلة أن أصحاب المال من بني إسرائيل تحالفوا مع فرعون ضد موسى، ومنهم قارون الذي تسمى باسمه البحيرة المشهورة في منطقة الفيوم، وقد خسف الله به وبماله الأرض. نحن الآن في الفيوم وعلى شاطئ بحيرة قارون، هذه البحيرة التاريخية العريقة الثابت تاريخيا أنها موجودة منذ العصر الفرعوني، وأنه تحول اسمها في العصر الإغريقي وصار اسمها بحيرة مويس، ثم مع الفتح العربي لمصر صار اسمها بحيرة قارون. ومع اشتداد الصراع بين موسى وفرعون أمر الله تعالى موسى أن يخرج من مصر مع بني إسرائيل، فطاردهم فرعون بجيش عظيم إلى أن وصلوا البحر بالقرب مما يعرف الآن ببحيرة التمساح. الله الله، ووقفت في الأعتاب وقفة حائر التفكير. وكانت إرادة الله أن ينخفض الماء ليمر موسى ومن معه، وعندما لحقهم فرعون بجنوده مد الله الماء وغرق فرعون وجنوده. الله 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 الله. الناس يتخيلون أن فرعون الخروج هو رمسيس الثاني، وهذا خطأ. رمسيس الثاني هو فرعون الاضطهاد، وهو عمر لفترة طويلة جدا، يعني تعدت العشرات السنين، وورثه بنفتاح، فمنفتاح كان فرعون الخروج. هذه هي بحيرة التمساح اللي بيذهب فريق من المؤرخين إلى أن من هذا المكان عبر سيدنا موسى إلى سيناء في خروجه الأول. سيدنا موسى خرج خروجتين اتنين من مصر. الحمد لله لا نحصي له نعما. وفي سيناء سوف تبدأ مرحلة جديدة من سيرة موسى عليه السلام، وقد اتسمت هذه المرحلة بالصراع بين موسى وقومه الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولم يتخلصوا من آثار العبودية للبشر إلى العبودية لله وحده،
ولم تفلح في تقويمهم الشرائع التي تلقاها موسى من الله. وأخطر ما في هذه المرحلة هو التيه الذي استغرق 40 سنة، وهو ما سنعرفه في لقاء قادم. سبحانه مالك الأملاك والعبود. سيناء تبدأ مرحلة جديدة من سيرة موسى عليه السلام، بعد أن اجتاز بحيرة التمساح مع قومه وغرق فرعون وجنوده. وهذه المنطقة تشكل حلقة الوصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وفيها المداخل الشرقية لمصر. وتدور وقائع هذه المرحلة من سيرة موسى في الوادي المقدس طوى، وهو ما يسمى الآن بمنطقة دير سانت كاترين. وللوصول إليها سلكنا نفقا تحت قناة السويس لنمر في منطقة عيون موسى، ثم نتوجه إلى الوادي المقدس. احنا عدينا نفق الشهيد أحمد حمدي ودخلنا سينا وقطعنا فيها مسافة قليلة. احنا دلوقتي على بعد أقل قليلا ب 300 كيلومتر من جبل موسى، جبل سيدنا موسى ودير سانت كاترين. الحمد لله لا نحصي له. وقصة عيون موسى جزء من سيرة الصراع بين موسى وقومه وطلباتهم المتزايدة بعد أن نجاهم الله من فرعون وقومه. سبحانه مالك. ضرب الأرض بالعصا فتنفجر 12 عينا، بعضها لا زال باقي إلى الآن، وغير ذلك من المعجزات التي نزول المن والسلوى، يعني إكرام رب العالمين لهم المن والسلوى من النعم العظيمة. فقالوا يعني نحن نريد الفول والعسل والبصل وإلى غيره، فقال تتركون الذي هو أدنى، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وتبذل الآن جهود للكشف عن هذه العيون، وتم بالفعل العثور على عدد منها. احنا دلوقتي داخلين على العين الأخيرة من عيون موسى. علماء هيئة الآثار المصريين نقبوا على العيون ووصلوا إلى 7 عيون. قالوا يا موسى جايبين ليستة طويلة كده منيو بتاع أكل. قال يا موسى أخي زهقنا اللحم والعيش والعسل احنا عاوزين جايبين ليستة من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ولك أن تتصور باقي الليستة والجرجير والشبت والكرات والفيل مش معقول. احنا كده داخلين خلاص، سبنا العيون دي واحنا قصادي مباشرة جبل عتاقة اهو، ودي المياه والبواخر باينة. بعد رحلة طويلة فيها معاناة شديدة، اقترب القوم من المنطقة التي ناجى فيها موسى ربه وتلقى الألواح، وفيها الشرائع التي ستنظم حياة بني إسرائيل.
لكن الرحلة مع هؤلاء القوم اتسمت بصراع شديد بينهم وبين موسى، فالإيمان لم يتمكن من قلوبهم. وجبل موسى الذي نتجه إليه يقع في وسط جنوبي سيناء، هو أعلى قمة فيها، إذ يرتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 2285 مترا، وقد سمي طور سينين أو طور سيناء أو جبل موسى أو جبل المناجاة. وحتى نتعرف إلى هذا الجبل ونتعرف من خلاله على سيناء وطبيعتها، لا بد من صعوده في منتصف الليل حتى نتمكن من وصول قمته مع شروق الشمس. احنا دلوقتي الساعة 12، مفروض الرحلة هتستغرق مننا 6 ساعات، او بالضبط احنا لغاية الشروق على 6 ودقيقتين. خلاص هنركب العربية وهنبدأ. تقريبا العربية هتستغرق بينا حوالي 3 ساعة لغاية ما نوصل الى المسافة اللي لازم نقطعها بالجمال. ترك موسى قومه في أسفل الوادي وصعد لميقات ربه على الجبل، معتكفا وصائما 40 يوما. وهذا الجبل رغم صعوبته إلا أنه واحد من أكثر القمم روحانية وتأثيرا في النفس، والرحلة إلى قمته سوف تتم على مراحل عدة. وتنظم الرحلات إليه مجموعة من بدو سيناء على الجمال أولا، ثم مشيا على الأقدام. بكم الجمل بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى احنا كده وصلنا للاستراحة الأولى في الطريق إلى الصعود إلى الجبل. احنا قطعنا المسافة لهذه الاستراحة تقريبا في 1 ساعة و3 دقايق. الطريف ان المسافة احنا هنا ورانا الدير، المسافة من الدير لهذه الاستراحة 1/3 ساعة بالضبط، ولكن لأننا مضطرين أن ندور حول الجبل فقطعنا المسافة في 1 ساعة و3 دقايق. وإلى جانب جبل موسى الذي نواصل الصعود إليه، هناك جبل آخر تجلى الله عليه لموسى فجعله دكا. وعلى إيدنا الشمال ده جبل التجلي اللي احنا في قلبه دلوقتي، وده اللي حينما طلب سيدنا موسى من الله سبحانه وتعالى أن يرى الله سبحانه وتعالى، فتجلى له الله على هذا الجبل ودك الجبل من النور الإلهي. وعلشان كده أهالي سيناء بيقولوا إن هذا الجبل كان أعلى قمة من جبل موسى، ولكن هو الآن جبل منخفض قياسا إلى جبل موسى منذ أن دك من النور الإلهي. نحن الحقيقة قصرنا تقصيرا كبيرا في تحقيق هذه المواقع هذه. لو حققت تحقيقا علميا صحيحا لكانت ورقة دعوة راقية جدا يعني. الاستراحات على الطريق متواصلة. والمنطقة المتبقية لا بد من صعودها على الأقدام، وهذا يتطلب راحة واستعدادا بينما تتزايد أعداد المتجمعين هنا. احنا كده وصلنا لنهاية المداء، وده آخر طريق الجمال، وده الكابتيريا رقم 12، وهيبدأ بعديها طريق السلالم اللي نطلع منه جبل موسى وهو 750 سلمة. السلام عليكم. عايزين نشرب شاي؟ ماشي. شاي؟ ماشي، اوكي نشرب شاي.
و750 سلمه. والحقيقه احنا تعبنا في الطلوع ده رغم ان ده الجزء السهل في الرحله، والواحد يتخيل اذا كنا احنا وفي مدقات والرهبان عملوها والطرق ممهده، طب سيدنا موسى طلع المسافه دي كلها ازاي قبل اكتر من 4000 سنه وما كانش لا في بلطوات ولا في جوانتيات ولا في طواقي ولا في كل هذه الحاجات، ولكن هي المعجزات الالهيه سبحانه وتعالى، معجزات ربنا سبحانه وتعالى. وخرج موسى وذهب الى يعني لقاء ربه، بمعنى ذهب في مكان يهبط عليه فيه الوحي، فتلقى أمر الله تبارك وتعالى وتوجيهه احنا دلوقتي على وشك الوصول الى قمة جبل موسى، واحنا على موعد مع الشروق دلوقتي، وفي وفود اجانب كتيرة بيؤدوا صلوات معينة، كل واحد بيؤدي صلواته الخاصة. الشروق على وشك الظهور اهو. تبدأ المرحلة الأصعب من الصعود إلى قمة جبل موسى. على الأطراف جروف صخرية حادة ووديان سحيقة، وفي لحظات الفجر تقترب القمة. احنا وصلنا خلاص إلى قمة جبل موسى، وعلى القمة في كنيسة الجرس بتاعها باين في البوابة أهو، وأيضا هنا مسجد. في هذا المكان وقف سيدنا موسى وأقام لمدة 40 يوم يناجي ربه، وهنا تلقى الوصايا العشر. مشهد سيناء أقرب إلى حالة التجلي، وهو مشهد يستدعي إلى القلوب الصورة التي أقام فيها موسى على هذه القمة 40 يوما صائما عابدا، وتلقى خلالها شريعة الله لبني إسرائيل. احنا هنا خلاص في أعلى القمة، ويمكن المشهد هنا آلاف تقريبا من مختلف الجنسيات جاءوا ليركبوا هذه اللحظة المهيبة، لحظة الشروق في هذا المكان. الجو هنا بيشع بروحانية خاصة. التوراة التي نزلت على موسى كانت مكتوبة في الألواح لوحين، وذيك هي التوراة كانت لوحين شريعة، يعني مجموعة من الوصايا والقوانين والأخلاق، وكل ما كتب بعد ذلك باسم العهد القديم هؤلاء كتبوه بأيديهم وكذبوا وقالوا هو من عند الله. الله الله يا الله يا مصباح الأنوار مولانا يا الله. أما مشهد الشروق هنا فهو يتحدث عن نفسه، وهو مشهد ينسي الصاعدين مشقة الرحلة، مثلما يتيح نظرة نادرة على جبال سيناء المترامية لتحكي قصتها الخالدة على مدار التاريخ. يا عالم بالأسرار يا غاية من نادى، يا غاية من نادى. على قمة الجبل هناك مسجد وكنيسة، فكثير من الرهبان لجأوا إلى هذا الجبل هروبا من الاضطهاد، وفيما بعد أصبحت هذه المنطقة جزءا من طريق الحج إلى الديار المقدسة في الحجاز. مولانا يا الله يا عالم بالأسرار. نزل موسى من هذا الجبل بعد أن أتم ميقات ربه 40 يوما، وفي طريق النزول نرى جبل التجلي الذي دك عندما تجلى له الله
وخر موسى صعقة ليفيق بعدها وهو يسبح الله. من نادى يا غايات من نادى. عاد موسى إلى الوادي ومعه الألواح وفيها شريعة الله لبني إسرائيل، فكانت المفاجأة التي جعلته يفقد صوابه ويمسك بأخيه هارون يكاد يقتله من شدة الغضب، فقد وجد قومه اتخذوا عجلا من ذهب إلها يعبدونه من دون الله. سيدنا موسى يذهب للقاء ربه فيعملوا يقولوا يجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ويعملوا العجل الذهبي ويعبدوا العجل من دون الله، يعني يعصون الله في ظل مش نبي واحد، في ظل نبيين، في ظل موسى اللي هو من أولي العزم ومعه هارون. أول ما جاء موسى ولا كلمة، تجمد كل الموقف، السامريين شل خلاص وقف، مع أنه كان عامل زعيم قبل ما موسى يجي وعامل أبو زيد. وفي الوادي المقدس أقيم في العهود المسيحية الأولى دير سمي دير سانت كاترين. هو ده الوادي المقدس طوى الذي تجلى الله سبحانه وتعالى أول مرة لسيدنا موسى فيه، وتحت هذه الشجرة، هذه الشجرة من أيام سيدنا موسى وهي شجرة العليقة. وداخل أسوار هذا الدير وهناك مسجد بني في عصر الفاطميين عندما حكموا مصر، وقد بناه الآمر بأحكام الله الفاطمي على طريق حجاج بيت الله الحرام. وشجرة الزيتون التي تحدث عنها القرآن الكريم في طور سينين ما زالت تثبت وجودها هنا في هذا الوادي، يستظل بها الزائرون وتقترن بركتها بقدسية المكان. والمقام لم يتحول إلى مزار بعد، لأنه تاريخيا وعلميا مش مؤكد قوي أنه دفن هنا، لكن في آراء بتجمع على أنه هنا، وهو بالضبط المقام على بعد عدة مئات من الأمتار من دير سانت كاترين، حيث كلم الله سيدنا موسى في الوادي المقدس، لأن الوادي المقدس هو موجود داخل الدير، وهنا مقام هارون. معلومات قليلة عن سيدنا هارون، كان التركيز على موسى، لأنه هو يعني صحيح هارون نبي ورسول، لكنه كان مساعد لسيدنا موسى، كما طلب سيدنا موسى أنه يكون له معين يعني. فالتفاصيل الأكثر حتى في العهد القديم وفي التراث اليهودي هي التركيز على الأضواء أكثرها على سيدنا موسى وليس على سيدنا هارون. ازدادت معاناة موسى عليه السلام بعد وفاة هارون لشدة عصيان بني إسرائيل، وهو الذي جاء إليهم منقذا ومخلصا من الظلم والاضطهاد، ولكن النفوس الملتوية يصعب تقويمها. موسى عليه الصلاة والسلام قائد ديني لأنه رسول يحمل رسالة صح، ومنقذ اجتماعي وشعبي صح، كله على بعضه صح. ولذلك موسى أول ما جاء بنو إسرائيل قالوا يا موسى، يعني فرقت معنا إيه، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فيش وعي، شعب مقفل. ولذلك كانت النتيجة أن كتب الله التيه على بني إسرائيل في صحراء سيناء وما حولها 40 سنة. هذا الجيل لم يدخل إلى الأرض المقدسة التي كتب الله، وبالتالي العقد اللي ربنا عقده معاهم انتهى،
يعني قال لهم ادخلوا، قالوا ما احنا مش داخلين. طب خلاص الصفقة انتهت، لا حق لهم في فلسطين. آخر مشهد من قصة موسى أن أرض مقدسة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يا أخوانا فهموا كويسة، فلسطين ليست مكتوبة لهم إلى الأبد، لا دي مكتوبة لموسى ولمن مع موسى. فلما أبوا يخش الأرض المقدسة اتحرمت عليهم وخلصت القصة انتهت. قال فإنها محرمة عليهم، ونقف. 40 سنة يتيهون في الأرض، فالأربعين سنة مدة للتيه يا مسلمون وليست مدة للتحريم. نحمد الله ربنا. وفي سنوات التيه ربما توفي موسى عليه السلام، لكن بعض الروايات تقول إنه توجه إلى الشمال من سيناء للوقوف على مشارف الأرض المقدسة، وهو ما سنعرف تفاصيله في الحلقة القادمة. يا من له عنت الوجوه، ومن لديه الفضل شامل، يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل. الأردن هي المرحلة التالية لموسى وقومه في رحلتهم الطويلة وفقا لبعض الروايات، بينما ترى روايات أخرى أن قصته انتهت في سيناء. وبحسب الرواية الأولى فقد توجهوا من سيناء إلى وادي عربة شمال العقبة، ثم صعدوا إلى جبال الأردن الجنوبية ومنها إلى الوسطى المطلة على بيت المقدس. وعلى مداخل مدينة البتراء النبطية التاريخية في جنوبي الأردن، هناك بلدة تسمى وادي موسى قريبة من وادي عربة، وعلى أطرافها مقام للنبي هارون عليه السلام. ويبدو أن موسى وقومه مروا من هذه المنطقة قبل أن يتوجهوا شمالاً إلى الجبال الوسطى. ولكن قبل الحديث عن وقوف موسى على تلك الجبال، هناك آثار أخرى ذات صلة بسيرة موسى عليه السلام في الأردن، وهي تتعلق بقصته مع العبد الصالح الذي التقاه عند مجمع البحرين كما ورد في القرآن الكريم. ويقول بعض المفسرين إن هذا الرجل هو الخضر. والمقام الذي نتوجه إليه يقع في منطقة ماحص على بعد نحو 25 كيلومترا إلى الغرب من عمان. احنا طالعين الآن من عمان متوجهين نحو الغرب إلى منطقة صويلح، ومنها إلى فحيص وماحص حيث مقام الخضر عليه السلام. الخضر ورد ذكره تحت مسمى العبد الصالح في القرآن الكريم مع سيدنا موسى عليه السلام، إذ تقول الآية فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ومسألة الخضر
تثير جدلا كبيرا في الدراسات الدينية، وليس هناك إجماع على هذه التسمية وعلى حقيقة الخضر، لكنه في المأثورات الشعبية يتمتع بحضور كبير. شي يقول لك الخضر ما زال حيا، شي يقول لك الخضر اجتمعت معه امبارح مع الخضر، هذا جنون، تخلف وعقل أسطوري خرافي. هيك وصلنا إلى مقام الخضر في منطقة ماحص في ضواحي عمان. ممنوع ذبح الخراف داخل حرم المقام. ارتبطت مقامات الخضر وغيرها من الأنبياء في تاريخ وموروث الناس قديما بزيارتها والذبح عندها وإحضار المرضى وأصحاب الحاجات بغية تحقيق حاجاتهم وشفاء أمراضهم، ويقدمون بين يدي ذلك ذبائحهم ونذورهم مما لا يتفق والشريعة الإسلامية السمحة، ولكن هذا الأمر بات بائدا وانقضى بعد عصور التنوير والوعي سواء من قبل الناس أو من قبل الحكومات التي أخذت في إرشاد الناس لمنع مثل هذه الظواهر التي لا تتفق والشريعة الإسلامية السمحة. عند جمهور العلماء كما نقل القرطبي أنه نبي من الأنبياء، وذكر لذلك يعني أمور أدلة على أنه نبي. الدليل الأول أنه لا يمكن أن يتعلم موسى إلا من نبي مثله، يقول فمقام النبوة يكون سوية مع بعض. الأمر الثاني أنه كان يخبر بأمور من أمر الغيب، ولا يمكن أبدا لرجل غير نبي أن يأتي بشيء من علم الغيب، كما قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ما هذا الله، الحديث فوق الرأس وفي حبة العين، لكن أقول القرآن ما سماهش ليه؟ له حكمة. حكمته إيه؟ إنه موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل يتعلم على يدي عبد. شوف الأدب، شوف التواضع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رشدا مما علمت من للتبعيض، يعني تعطيني بعض علمك. وهذا المقام المنسوب للخضر واحد من مقامات كثيرة تفوق الحصر، سواء هنا في الأردن أو في أماكن أخرى كثيرة. مقام كلمة عامة، مقام ربما تكون مر من هنا مثلا، مقام ربما تعني القبر. أنا أعتقد أنه ما فيش قبور ثابتة بإطلاق إلا قبر محمد عليه أزكى الصلوات، وهذا معروف قطعي ما في ذرة شك. قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق في فلسطين. مقامه هنا في بلدة ماحص القريبة من عمان عبارة عن غرفة صغيرة تعلوها قبة، وتعلو القبة شريطة أو راية خضراء للدلالة على الخضرة والنماء التي ارتبطت بوجود الخضر عليه السلام. هذا المقام من ضمن عدة مقامات لسيدنا الخضر في الأردن، له في فلسطين ما يتجاوز 70 من المقامات، وفي الأردن 5 من المقامات هذا إحداها. وهذا المقام يزوره المسلمون والمسيحيون على حد سواء. وتفاصيل قصة الخضر تثير كثيرا من الجدل والتعارض بين العلماء، وتختلف بشأنها الآراء. لا زال الآن بعض المراجع ترى أنه حي وأنه لم يمت، وهذه قضية يعني غير صحيحة، ونستشهد عليها طبعا من الكتاب والسنة بأدلة كثيرة جدا. العبد الصالح إن الله عز وجل عندما أخفى شخصيته لابد أن لهذا سببا، لعل الله أراد أن نتفكر فيه. وعندما أخفى الله شخصيته علينا أن ننظر في أوصافه، فرب العالمين قال عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه الأوصاف الأربعة تنطبق بالضبط على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع قد يخاف الإنسان من أن يطرقه،
وأنت تعرف أنت سلفنا الصالح كانوا في غاية الوجل من أن يقولوا كلاما قد يعني لا يقبل تقبله العقول. ولهذا أولا الآية واضحة في السجدة: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. إياك أن ترتاب أن هذا الذي اجتمعت به ربما لا يكون موسى، هو موسى. الله لا إله إلا الله. وين التقيت فيه؟ التقيت به بشخصه. ولهذا العبد الصالح كل مواصفاته هي مواصفات محمد صلى الله عليه وسلم. أما المنطقة الأكثر ارتباطاً بقصة موسى عليه السلام في الأردن تقع بالقرب من مدينة مادبة على بعد نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة الأردنية عمان، وهذه المنطقة تسمى جبل نبو أو صياغة أو صياغة، وهو جبل مرتفع إلى الغرب من مادبة. احنا الان متوجهين لمنطقة صياغة غرب مادبة بحوالي 10 كيلومتر، حيث يظن ان سيدنا موسى عليه السلام قد دفن في تلك المنطقة. منطقة صياغة او جبل نيمبو بشكل عام التي ترتفع حوالي 800 متر عن سطح البحر، احدى قممها وهي قمة جبل نيبو، قمة جبل صياغة، تطل على الأغوار الأردنية، ويعتقد ان سيدنا موسى عليه السلام قد دفن فيها. بعد مسير نحو ربع ساعة من مادبة نصل إلى جبل نبو أو صياغة بالإطلالة على غور الأردن وجبال فلسطين. صياغة بمعنى الدير أو المحبس، محبس الرهبان أو دير الرهبان، أو بمعنى الحد والحاجز، لأن سيدنا موسى عليه السلام وصل إلى هذه المنطقة وكانت آخر حد وصله ولم يتعداه إلى منطقة الأرض المقدسة التي نراها إلى الغرب، منطقة الأغوار الأردنية والبحر الميت ومنطقة جبال بيت المقدس. جبل نبو أقيمت عليه أماكن للعبادة والتنسك في فترات تاريخية مختلفة، كان بعضها وثنيا وبعضها الآخر مسيحيا، ومن أبرز معالمه دير قديم عثر فيه على لوحات فسيفسائية تروي تاريخ المنطقة. كانت نتيجة الكشف والحفريات الكشف عن المزيد من الأرضيات الفسيفسائية، والتي أشهرها الأرضية الفسيفسائية التي على اليسار، والتي تمثل تطور الحياة وتطور وسائل الزراعة والصناعة وسائل المعيشة في الحياة في ذلك العصر. خارج هذا البناء وعلى سفح الجبل هناك منطقة تسمى عيون موسى، يقال إنها العيون التي تفجرت لموسى وقومه. هذا الموقع يمتاز بميزة أخرى إضافة إلى ذلك، أن هناك منطقة بالأسفل في الوادي هناك تسمى عيون موسى، ينسبها الناس إلى سيدنا موسى، حيث ضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا، ولا زالت العيون قائمة تنبع بالمياه حتى يومنا هذا. منطقة العيون تقع بالأسفل في قعر ذلك الوادي قرب أشجار الكيلة. والاعتقاد السائد هنا أن موسى عليه السلام توفي ودفن على هذا الجبل ولم يتمكن من دخول فلسطين، ولكن لا يوجد له قبر هنا، ولذلك تجيء رواية أخرى وشاهد مختلف. ففي الجهة المقابلة إلى الغرب وعلى أطراف وادي الأردن هناك مقام مشهور للنبي موسى عليه السلام، إلا أن وجوده تحت الاحتلال الإسرائيلي
يفرض أن يتوجه إليه فريق آخر من الجانب الفلسطيني. على جانب الطريق وبالقرب من منطقة تسمى الخان الأحمر، مجمع كبير من المباني التاريخية أشبه ما يكون بقلعة عسكرية حصينة. هذا الموقع إلى الشرق من مدينة القدس ويبعد عنها 28 كيلومترا. إنه مقام للنبي موسى الذي وردت الإشارة إليه في حديث نبوي. ورد في السنة المطهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبره في ليلة الإسراء والمعراج وكشف له عنه وقال: رأيت موسى يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، يعني عند تلة لونها أحمر، أخرجه البخاري، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج. هذه المباني بدأت بواكيرها في عهد السلطان الأيوبي صلاح الدين، وكانت جزءا من الثغور المتقدمة لحماية مدينة القدس، ثم اكتمل بناؤها في عهد السلطان المملوكي الظاهر ببرس عام 668 للهجرة. ولجذب الناس إليها تم تنظيم موسم سنوي ينطلق من المسجد الأقصى المبارك. ولا يعرف على وجه اليقين مدى صحة نسبة هذا الموقع إلى موسى عليه السلام، وما إذا كان قد وصل إلى هنا بالفعل. سيدنا موسى كان عاش في مع بني إسرائيل في التيه، ودفن ومات ودفن في أيضا في سيناء، لكن مكان غير معروف، وهم حتى في العهد القديم يقولون لا أحد يعرف قبره، فكل هذا كان في سيناء. والدرس المهم هنا إنه الزعامة حتى لو كانت زعامة نبي رسول عظيم من أولي العزم من الرسل، حتى هذا إذا ما كانش في شعب متضافر معه مناصره ما ينجزش، ما يعملش شيء، ما ينشئش حضارة. موسى عليه السلام لم يدخل إلى فلسطين، أنه مات على أطراف فلسطين، ودخل خادمه يعني قاد الجيش من بعده ودخل إلى فلسطين. ومع ذلك فإن كل شبر من أرض فلسطين يرتبط بتاريخ النبوة والأنبياء، إلا أن هذه النبوات لا علاقة لها بالقوم الذين يحتلون فلسطين اليوم، ولا يعطيهم الاسم الذي ينتسبون إليه أي حق في هذه الأرض. وهؤلاء عراق تترية مغولية تركية لا علاقة لها بالمنطقة العربية، و92% من يهود العالم اليوم هم من هؤلاء الخزر الذين لا حق لهم في فلسطين، لا دينا ولا عرقا ولا تاريخا ولا لغة ولا بأي وسيلة من الوسائل. صراعنا اليوم مع بني إسرائيل، ولو انتهت قضية القدس والأقصى لانتهت كثير من مشاكل المسلمين وعاش الناس في سلام، لكن هو الصراع الدائم، وكأن منذ بداية البعثات النبوية إلى زمننا هذا والصراع مع بني إسرائيل والصراع مع اليهود. إذا فهم المسلمون ذلك أدركوا طبيعة العلاقات السياسية ربما، وهذا دور من أدوار الأنبياء السياسي، أنه يفهم الناس أخبار الأقوام الآخرين وعلاقتهم مع الأنبياء الآخرين. ليسوا فقط أقوام أو أنبياء يرسلوا
يقولنا سعبد الله ولا يعرفون واقعهم، بل كل نبي كان يعيش واقعه ويعرف أخبار هؤلاء الناس ويبينهم إلى أقوامهم حتى لا يمشوا أو يسايروا هؤلاء الناس. فبنوا إسرائيل إلى لحظتنا هذه وهم الطغاة والفجرة والمكرة الذين ينبغي أن نتنبه لهم وأن نحتاط من مكرهم وخداعهم، كما قتلوا سلسلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ضمن أكبر الدروس في يعني ثلث القرآن الحقيقة طبيعة الإجرام والمكر الموجود اليوم والفساد العريض الموجود اليوم. فلا نستغرب أن ثلث القرآن يتكلم عن دسائس الحياة ومكر الحياة وسياسات الحياة من خلال قصة موسى عليه الصلاة والسلام. علم الله أنه هذه الأمة أمة إسرائيل حتنافسنا على أرض الإسراء، هذه الأرض مسرى محمد. محمد ورث هذه الأرض، ورث النبوات والأنبياء جميعا، ورث الأمم جميعا. هؤلاء يريدون أن ينتزعوا من أمة محمد الأرض التي ورثها محمد من الأنبياء، وورثتها أمة محمد من بعد محمد من الأنبياء. نحن أولى بالأنبياء وبأرض الأنبياء. يا من له عنت الوجوه، ومن لديه الفضل شامل. هذه هي أرض الأنبياء المباركة، أكد القرآن الكريم قدسيتها وأنها للعالمين المؤمنين بالله ممن يتبعون أنبياءه، لا من يدعون الانتساب إليهم زورا وبهتانا. إنها بيت المقدس وأكناف بيت المقدس بكل ما تمثله من معان ودلالات في عقيدة المسلمين وتاريخهم. يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل.